عند المشفى باب الهواء نار قوية كتير كتير مشفى باب الهواء سيارة فرنسية مع شو اسمه محملة كانت سيارة اسعاف يلا يلا هي يا مان لسه عم تنفجر لسه ما مبين شيء اسمع هاي الطلقات اسمع من قلبي عم تطلق لسه ما حدا بيطفوها هلا لسه ما مبين شيء كم جريح وكم قتيل سيارة شحن براد كبير صيفين قدام مشفى باب الهواء كانت جايبة سيارات اسعاف من فرنسا هاي عم صور لك يا ابعث لك يا لا المهم ما شافوا الا بلش تنفجر هون قدام المشفى وهي العالم عم صور لك كل شيء هون قدام المشفى سياره كبيره شحن طلعت شيء 5-7 طلقات ما بعرف شو يعني انفجار قوي كثير براد كبير مرسوم عليه هاي عم صور لك علم تركيا مع علم سوريا الحر اسعاف فرنسا هاي العالم هون عم صور لك من تليفون ما معي الكاميرا انا Where's the other one?